بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء من داخل الصوبة الزراعية بالإدارة الزراعية بسيوه. السلام عليكم، ازيك يا عم عبد الشافي؟ السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس خالد؟ الله يخليك. هو حضرتك بقى المسؤول هنا عن الصوبة؟ ان شاء الله انا والباشمهندس عام. طيب انتوا زارعين الخيار ده من امتى يا عم عبد الشافي؟ احنا بقالنا 6 أسابيع زارعين الخيار ده يا باشمهندس. 6 أسابيع؟ ايوه. طب انتوا في البداية يعني بتعمل، يعني عاوزك بقى توصف كده بالوصف الدقيق عشان لو حد عاوز ينفذ برضو من الشباب اللي عاوز ينفذ المشروع ده عنده مثلا في الارض بتاعته او في مزرعته. ماشي يا باشمهندس. يعني قول لي الخطوات من الاول، يعني انتوا عملتوا ايه كده في الخيار من الاول؟ يعني احنا جبنا البذر ورقدناه في عند واحد بتاع مشاتل. ايوه. وجبناه. اي. زرعناه في الصوبة هنا. تمام. وابتدينا بقى انتوا عاملين كم مصطبه يا عم عبد الشافي هنا في الصوبه؟ عاملين 7 مصاط. 7 مصاط. هو عرض الصوبه كده 9 متر ولا؟ 9 متر. تمام. في الطول بتاعها طولها كام؟ طولها 35 متر. 35.